البداية من ملف شح المياه الذي يضرب بقوة في بلاد النهرين، إذ أكد وزير الموارد المائية عون دياب أن أولوية الوزارة باتت في توفير مياه الشرب لجميع سكان محافظة ذي قار، ومن ثم لتأمين الحاجة للأغراض الزراعية والأهوار، إذ تعاني المحافظة نقصا حادا في موارد المياه بعدما كانت تغطي أرضها مسطحات مائية واسعة. احنا في هاليوم الحقيقه الواقع ذكرنا حول كثير من النقاط والمواضيع المهمه اللي تهم المحافظه، وفعلا تم تشخيص بعض الحالات اللي من الضروري جدا معالجتها بشكل سريع في مجال تامين المياه بالدرجه الاولى للاغراض مياه الشرب والاستخدامات البشريه، ثم تاتي الحاجه للاغراض الزراعيه وتامين احتياجات الأهوار أيضا. هذه كل النقاط تم مناقشتها. حاليا احنا نعمل على زيادة أو عملنا على زيادة إطلاقات المياه باتجاهين، اتجاه الفرات حاليا بدأت ترتفع المناسيب تدريجيا وتزداد الكميات المياه المتدفقة إلى عموم محافظة الناصرية،